القرد قرود. أم قرود وأبوه فخوران به، فهو يذكرهما بشبابهما، لكنهما لا يحبان امتناعه عن أكل كل مفيد من الغذاء، فقرود لا يأكل إلا الموز. مرت الأيام وقرود سعيد بالحياة الجديدة، البيت والجيران والأطفال. وفي أحد الأيام كان قرود تعبانا وجلس هزيلا، لا يقدر على المشي أو اللعب أو النط أو الجري، لذلك لم يلعب مع الأطفال. ينظر إليهم ولا يستطيع حتى السلام عليهم. أمه وأبوه حزينان، لا يعرفان ماذا أصاب قرود. ركض الأطفال إلى العم أحمد وقالوا له: عم أحمد، قرود تعبان، لا يستطيع الحراك. ذهب العم أحمد مسرعا إلى قرود وتحقق أنه مريض لا يتحرك. سأل العم أحمد والدي قرود: خير إن شاء الله، قرود من ماذا يشكو؟ قالت الأم: لا أعلم، قرود تعبان، لم يأكل منذ الصباح، وطوال الوقت نائم أو نعسان. مسح العم أحمد يده على قرود وقال: لا تخف يا قرود، أنا سوف أحضر لك الطبيب. نظر قرود للعم أحمد ولم يتحرك أو حتى يبتسم. جاء الطبيب وكشف على قرود، فشاهد عيون قرود حمراء ووجهه أصفر وشفتيه زرقاوين، وقال الطبيب: قرود مريض ويحتاج أن يرتاح. قرود ينقصه فيتامين وأملاح. وكتب الطبيب الدواء ونصح قرود وقال: يجب أن تشرب الماء وتأكل كل الأصناف من الخضروات والفواكه واللبن والحليب والتمور المفيدة. تعلم قرود درساً أن النوع الواحد من الأكل لا ينفع، ويصبح الجسم ناقصاً سوائل وفيتامينات وأملاحاً. وعد قرود الأطفال والطبيب وأمه وأباه والعم أحمد أنه غدا سيأكل من كل الأنواع. النهاية.